فلما تفاجأت لما فتحت وكبار لاهوتيين اللي مفسرين سفر التثنية اللي هو سفر خامس من أسفار التوراة، تفاجأت انه كبار لاهوتيين شو يعني له؟ يعني علماء مؤمنين، واذا بهم يقولوا يقال ان السفر اللي كتبه فلان ويقال انه فلان ويقال انه فلان والاصح انه موسى. شو؟ وقريته للناس هون في هذا في هذا المسجد، تفضلوا والاصح انه موسى. شو الاصح اخرى هاي انه مش عارفين انتم؟ لا والله ما احسن هنقول يقال انه القرآن من عمر بن الخطاب ويقال من ابو بكر ويقال من عثمان بن عفان والاصح انه محمد. هيك الدين يعني؟ والاصح انه موسى. وفي اخر السفر طبعا ومات موسى، افهمها في اخر السفر هيك مكتوب، ومات موسى ودفن كذا وقبره لا يعرف حتى اليوم. انو يوم هذا؟ مين اللي بيحكي؟ مين اللي بكتب؟ بيعرفوش، بيعرفوش مين اللي بيقول ومات موسى ودفن في المكان ودفنه فلان وقبره لا يعرف حتى يوم. هذا في اخر سفر التثنية، مش وحي، لا يعرف حتى اليوم. انو يوم وانو اللي بكتب؟ هذه لو عندنا حديث ضعيف لانه مجهول للراوي الى اخره، فهمتوا؟ وبالتالي هذه حجة على البشر انه انا خليت لكم، بدي اقول لكم خليت لكم دليل. لا طيب تفضلوا، ووريتكم دليل في داخله، وريتكم دليل في داخله انه هو محرف، شو لكم حجة؟ طيب شو جاب الاديان هنا؟ هذولا هم الملاحدة يا اخوي. بروح بقول له، بقول له شو اكوان متعددة، بخطب بعضهم شو اكوان متعددة؟ هذه فرضية، هذه فرضية لا تثبت. هاي كيف بدك تثبتها انت؟ كيف بدك تثبتها تقول انها هي موجودة؟ شفتوا لو المسلم اللي بيقولها كان بيقولوا شوف المتدينين خرافيين، احنا بنقولهم تفضلوا هاي النظام، هاي الكون، هاي بدناش نروح بعيد حتى. ليش بتروحوا بعيد عن نشأة الكون انتو؟ يفرضوا ما عرفتوش، ما عرفتوش نشأة الكون، انزلوا على الارض، انزلوا على الارض وشوفوا انت، خليك في دارك وشوف وفكر، طلع في المراية، روح على الطبيب وخليه طبيب العيون يفهمك كم سنة دراس، روح على طبيب الأذن الأنف والأذن شوفوا كم سنة دراس حتى يفهم النظام. فهيك تيجي بتقول لي الكون نشأت تبعد كثير، هاي الكون في الأخير أحرجكم، التطور العلم حطكم في الزاوية، فصار يقول له بيني وبينك احنا في ورطة. ليش ورطة؟ بدل ما تقول يا سبحان الله الحمد لله الذي هدانا لهذا، احنا في ورطة. افهمنا ليش جهنم معناته، افهمنا ان الله لا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل دون ذلك، كل دون ذلك الشرك، الشرك. ايوه في الايات اللي احنا نقرأها عن ايش القضية؟ قضية شرك وعدم الايمان بالله، تمام؟ فبالتالي الحاد على فكرة الحاد ينهزم، ينهزم بشكل ساحق الآن وهم بيعترفوا. ولذلك زي ما قلنا هذا اللي اسمه دوكينز عم بيقول، بيقول احنا الآن يا بنقول بالإله خلاص، يا بنقول بالله، يا بنقول بالأكوان اللامتعددة اللامتناهية. وكن بعض الأغبياء عندنا كن قال لك في نظريات علمية بتقول بالأكوان اللامتعددة، نظريات هم قالوا لك نظرية، طب ما هو نظرية يعني في بعض الأدلة حتى اسمها نظرية. هذا افتراض لا يقوم على دليل بالمرة ولا يمكن إثباته لحد الآن في العقل البشري ولا العلم بيقول بإمكانية إثبات الكلام، تمام؟ طيب نيجي للتفسير الثاني على وجه السرعة، الأحاديث الشريفة. إنه قولي طبعا ابن كثير وغيره نظر في هذه الأحاديث وفي كلام مطول، بديش أخوض في كلامهم في الأحاديث، بس بدي تفهموا إنه مخاضوا في الأحاديث، انه هل هذه الاحاديث هذا موقوف ولا مرفوع، يعني موقوف على الصحابي ولا مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صح سنده ولا لم يصح، طب واذا صح سنده شو رايك في متنه، يتناقض مع الايه ولا مع الايه؟ انا لاحظت انه اكثر اعتراضهم على متن الاحاديث ضعيف، الاعتراضات اللي قدموها مع انهم جهال علماء جهابذة، اكثر اعتراضاتهم اليوم هي اعتراضات تعد عندنا ما لها قيمة لما اعترضوا على الاحاديث. انا بفهم يعترضوا على الاحاديث هم اهل، يعني ابن كثير من اصحاب الحديث، وبالتالي لما ابن كثير يقول سنده ضعيف هذا رجل يؤخذ منه، ما هو اصلا من كبار علماء الحديث، هذا حافظ، حافظ هذه مرتبة في علم الحديث، الحافظ ابن كثير المفسر حافظ يعني مرتبة عليا في قضية الاحاديث، ابن كثير ما بيخفاش عليه، فممكن ناخذ قوله اذا بده يضعف
سند وغيره نقبل منه نقبل منه. وانا بشوف مرات لما بيختلفوا علماء حتى الحديث بين التضعيف بين التضعيف والتصحيح، انا برى انه وقتها بصير فيه فسحة في الموضوع. ليش؟ لانه الاصل في الدين ان يثبت، مش الاصل في الدين ان يختلف فيه.